هذا الاحتفال اللي دايرين بتنصيبي كمديرة تنفيذية للبورد الأمريكي بمدينة مراكش. فالسفارة راني قلتها مديرة تنفيذية ووكيلة ديال المكتب ديال البورد الأمريكي بمدينة مراكش. أيه بالنسبة للبورد الأمريكي هو مكتب دولي عنده بزاف المكاتب عبر العالم، وهو تعطي تصديرات وشواهد معترف بها دوليا، يعني من دبلوم مهني إلى ماستر إلى دكتوراه إلى آخره. فوالا اللي غيدار في المغرب إن شاء الله بإذن الله. اسمي دكتورة ندى عبد الكريم، الصفة المدير التنفيذي لمكتب شمال إفريقيا. البورد الأمريكي يشتغل في جميع التخصصات، الصحافة والإعلام، التنمية البشرية، التدريبات بصفة عامة وبجميع أنواعها. دورنا أننا نعطي اعتمادات دولية في كل المجالات.